Unit 1, Lesson 2. هنتكلم على الانكلايند بلين. انكلايند بلين، اي انكلايند بلين، في ثلاث ثوابت واحنا بنتعامل معاه. اي بادي محطوط على انكلايند بلين المفروض ان هو ليه ويت اكتد داون، المفروض هو بيعمل انجل هنا ثيتا، في هنا خط نورمال بيعمل انجل 90 مع البلين، الانجل اللي بتكون ما بين الويت والنورمال هنا نفس الانجل ثيتا، الانجل دي زي الانجل دي، بالتالي الويت بعمل له ريزوليوشن بيتحول هنا دبليو كوساين ثيتا ويتحول هنا دبليو ساين ثيتا، وهنا النورمال رياكشن اللي احنا بنسميه ار او ان كل واحد على حسب ما بيحب. وبالتالي اي انكلايند بلين هيترسم عندي في ثلاث ثوابت زي ما قلنا، هنعمل الخط البربنديكولار ده ونحط عليه دبليو كوساين ثيتا ونحط عليه هنا دبليو ساين ثيتا ونحط عليه هنا ار من فوق، وهيبقى هو ده الشكل بتاع اللي انا هبتدي الشغل منه. طيب اي بادي محطوط على انكلايند بلين هيبقى حاله من ثلاث حالات. الحاله الاولى كيس نمبر 1، لما بحط بادي على انكلايند بلين زي ما اتفقنا، ادي النورمال اللي بنسميه ار، ادي الدبليو كوساين ثيتا، وادي الدبليو ساين ثيتا في الاتجاه ده. الحاله الاولى لو حطيت البادي وبقى من تلقاء نفسه من غير وجود فورس، البادي بتاعي about to slide من غير وجود external force، مفيش external force، مفيش force خارجية موجودة، أول ما حطيت البادي على البليد بقى about to slide. نستنتج من هنا إيه؟ نستنتج من هنا إن قيمة اللمضة بتكون equal قيمة الثيتا. حاجة مباشرة كده على طول، أول ما يقول لي البادي about to slide أعرف إن اللمضة equal ثيتا ما دام مفيش external force. طب الكلام ده جاي منين؟ ليه إثبات أنا هقوله لكن مش لازم تعمله كل مرة، أنت على طول هتبقى عارف إن اللمضة equal ثيتا. البادي about to slide يعني في ميو ار عكس اتجاه الحركة، فالميو ار عشان هو هينزل لتحت فالميو ار هتبقى لفوق، المفروض أنا بساوي الميو ار بالدبليو ساين ثيتا والار بالدبليو كوزاين ثيتا. لو انا عملت ديفايدد ما بين التو ايكويشن دول، الار هتتشال مع الار فتبقى الميو ايكوال، الدبليو هتتشال مع الدبليو فتبقى ايكوال ساين ثيتا على كوزاين ثيتا اللي هي تان ثيتا، واساسا الميو هي تان لامدا، فبقت تان لامدا ايكوال تان ثيتا، يعني الثيتا ايكوال اللامدا او اللامدا ايكوال الثيتا. اذا انا بوصل دايما في الحاله دي ان اللامدا بتكون ايكوال الثيتا، وبالتالي بقدر اجيب قيمه الميو عن طريق تان الثيتا اللي هي بتاعت البلين عادي، وبتبقى هي دي قيمه الميو اللي موجوده عندي في المساله. اذا اي بادي محطوط على بلين وكان about to slide من غير وجود external force بنسميه body about to slide under effect of its weight only، تحت تأثير الويت بيكون ساعتها اللامدا ايكوال الثيتا وبالتالي الميو ايكوال تان ثيتا. طب اذا حبيت احرك البادي ده ابورد هبتدي اثر باكسترنال فورس، البادي اللي محطوط على البلين ما زلنا في الحالة الأولى ليه دبليو كوساين ثيتا هنا وليه دبليو ساين ثيتا هنا وليه ار لفوق. إذا حبيت أخلي البادي بتاعي about to move upward لازم أثر باكسترنال فورس تشده لفوق، والميو ار عكس اتجاه الحركة المتوقع يعني الميو ار هتبقى لتحت. هبتدي برضو أعمل عملية ايكوال، الار equal w cosine theta والf هتبقى equal الميو ار بلس الدبليو ساين ثيتا، وهيبقى هو ده القوانين اللي هشتغل بيها. الحاله الثانيه كيس نمبر 2،
إذا كانت الثيتا مش إيكوال اللامدا، إذا كانت الثيتا أصغر من اللامدا، أصغر من اللامدا يعني ارتفاع البلين ده صغير. البادي محطوط على بلين، ارتفاعه هنا صغير. نفس الفكرة، نفس الثلاث قوانين، دبليو كوزاين هنا ودبليو ساين هنا والآر لفوق. لما الثيتا بتكون أصغر من اللامدا، البادي بيكون اتريست، واقف ما بيتحركش، في حالة إيكوليبريم ثابت. طب أنا مش عايزه ثابت، أنا عايز أوصله لأن هو about to move سواء up أو down. قال لي يبقى لازم تدخل external force. ثيتا أصغر من لامدا، البادي بيكون في حالة إيكوليبريم وحالة ثبات سكون، not about to move. البادي هنا not about to move ما دام الثيتا أصغر من اللامدا. طيب انا عايز اخليه about to move، هبتدي ادخل external force. طب انا عايزه about to move ايه؟ about to move up ولا about to move down؟ لو about to move up هبتدي ادخل عليه external force تشده لفوق، فتظهر ميو ار عكس اتجاه الحركه، فتبقى عندي ال r equal w cosine theta وال f equal الميو ار plus w sine theta. طب لو انا عايزه about to move داون، لو انا عايز اخليه يتحرك لتحت about to move down، هدخل عليه فورس تشده لتحت. يعني ادي البلين، ادي البادي، ادي ال W كوزاين ثيتا وال W ساين ثيتا وادي ال R. انا عايزه about to move down، يبقى هشده بفورس لتحت، فالميو R هتظهر لفوق، فيبقى القانون R equal W كوزاين ثيتا والميو R equal ال F plus W ساين ثيتا. الحالة الأولى والثانية، الحالة الأولى اللي كان فيها الثيتا إيكوال اللامدا والبادي about to move بس under effect of its weight only، والحالة الثانية اللي فيها الثيتا أصغر من اللامدا والبادي بتاعي not about to move، الحالتين دول حالات equilibrium. لما يقول لي امتى البادي هيكون في حالة equilibrium؟ لما الثيتا تبقى أصغر أو equal اللامدا، في الحالة دي البادي في حالة equilibrium، سواء هو about to move سواء هو not about to move، بس الحالتين حالات equilibrium، البادي فيهم في حالة سكون وثبات. طب امتى البادي مش هيكون في حاله اكوليبريم؟ قال لي في الحاله الثالثه بقى، لو الثيتا بقت اكبر من اللامدا. لو الثيتا بقت اكبر من اللامدا، ارتفاع البلين هنا بيزيد، بيبقى كبير. قال لي البادي هنا بيحصل له موفينج داون، بيتزحلق على البلين، بيتزحلق لتحت. طب انا مش عايزه يتزحلق لتحت، انا عايز اثبته. قال لي يبقى في الحاله الثالثه اللي فيها الثيتا اكبر من اللامدا، محتاج انك تدخل فورس عشان البادي ما يتزحلقش. ادي الار وادي الدبليو كوزاين وادي الدبليو ساين، محتاج تدخل فورس تشد فين؟ تشد لفوق. ليه؟ لان هو اساسا بيقع لتحت، انت لازم تشده لفوق. بس الفورس اللي بتشد لفوق دي ليها حالتين، تو كيسز. الحاله الاولى الاف اللي هتشد لفوق، الفورس لازم تبقى upward في الحالتين، الفورس لازم تبقى upward. بس في الحالة الأولى الفورس بنسميها least force، والحالة الثانية الفورس بنسميها greatest force. طب إيه الفرق؟ قال لي فرق كبير. الليست فورس مش هتقدر تشد البادي، هي فورس صغيرة. فبالتالي في الحالة الأولى لو هي least force زي ما احنا مايلين، البادي هيكون about to move down. ليه؟ لأن الفورس صغيرة، الفورس هنا صغيرة مش قادرة تشد البادي، فالبادي هو اللي هيشدها لتحت، فالبادي هيبقى نازل بالشكل ده. طب الميو ار بتتحط فين؟ عكس اتجاه الحركة، فهتيجي الميو ار تبقى فوق. يبقى في حاله الليست فورس الميو ار هتبقى لفوق، وفي الحاله دي الار هتكون ايكوال دبليو كوزاين ثيتا
والاف بلس النيو ار ايكوال دبليو ساين ثيتا، ودي الحالة الوحيدة اللي جت فيها الاف مع النيو ار بالنسبة لنا. طب الحالة التانية، لو الفورس جريتست، لو الفورس جريتست البادي هنقدر الفورس تسحبه لفوق لانها بقت كبيرة، فالبادي هيكون about to move up. البادي في الحالة دي about to move up، يعني الميو ار هتبقى عكس اتجاه الحركة، فهتبقى الميو ار لتحت، يعني الار ايكوال دبليو كوساين ثيتا، والاف هتبقى ايكوال الميو ار بلس دبليو ساين ثيتا. ده القانون اللي هيبقى موجود عندي. الحالتين حالات ايكوليبريم، يعني لما يجي يقول لي البادي ان ايكوليبريم لما الاف بيلونج تو F1 اللي هي الـ smallest والـ F2 اللي هي الـ greatest. F1 اللي هي الـ smallest والـ F2 اللي هي الـ greatest. طول ما الـ F belong to الـ interval دي هي حالة equilibrium. طب لما يقول لي الـ body about to move، about to move يبقى الـ F لما تكون belong الست F1 و F2 عند القيمتين دول بس، مش كل القيم اللي ما بينهم. الحالة الأولى اللي هي الإيكوليبريم، كل القيم اللي ما بين F1 و F2، يعني فور إكزامبل مثلا لو F1 دي طلعت ب5 و F2 طلعت ب10، يبقى كل القيم اللي ما بين 5 و10 بتحقق لي الإيكوليبريم. يعني لما أقول لك F ب6 تبقى دي إيكوليبريم، F ب7 إيكوليبريم، لكن لما أقول لك أباوت تو موف تقول لي هم ال5 وال10 بس، قيمة ال5 وقيمة ال10 بس. دي الحالات اللي احنا بنشتغل بيها، 3 كيس هما اللي بنشتغل بيهم واحنا بنحل المسائل. نشوف مسائلنا هتيجي ازاي. السؤال الاول، body of weight 3 newton is placed on plane inclined to the horizontal by angle of measure 30 and the static coefficient friction between the body and the plane in mu equal to على 3. عندي body محطوط على بلين، البادي الويت بتاعته بالثري، يبقى هنا هتبقى 3 كوزاين ثيتا اللي هي بثيرتي، وهنا 3 ساين ثيتا اللي هي بثيرتي، وهنا الارض. دول ثلاث ثوابت كده كده هيتحطوا. A force of magnitude 2N acted in the body in the direction of the line of the greatest slope upward. في فورس هنا ب 2 بتشد لفوق. If the body in equilibrium، ما قالش البادي about to move، يبقى هنحط FR. FR هتتحط عكس اتجاه الحركة. قال طب انا اعرف منين اتجاه الحركه؟ هنقارن، هل ال 2 اكبر ولا ال 3 ساين 30؟ 3 ساين 30 هتبقى 1.5 ودي ب 2، لا ال 2 اكبر، اذا البادي ال 2 اكبر، يبقى ال 2 هتسحبه لفوق، يبقى البادي about to move up عشان ال 2 اكبر، يبقى ال اف ار تتحط لتحت عكس اتجاه الحركة، يعني 2 equal ال FR plus 3 sin 30. 3 sin 30 هتروح الناحية التانية، تبقى 2 minus 3 sin 30 equal ال FR، وبالتالي ال FR هنا هتطلع equal 0.5. هو بيقول لي determine the friction force، FR هتطلع بهاف، واحسب البادي about to move ولا لا. هنجيب قيمة الميو R، الميو بتو على 3، والار من القانون هنا الار ايكوال 3 كوزاين 30، يعني هتبقى 2 على 3 في 3 كوزاين 30، 3 هتتشال تبقى 2 في كوزاين 30 اللي هي روت 3 على 2، فهتطلع الاجابه روت 3. الميو ار اكبر من الاف ار، الاف ار اصغر من الميو ار، يبقى البادي نوت اباوت تو move. السؤال اللي بعده، particle of weight 2 kilogram is placed on plane inclined horizontal at angle 60. نفس الفكرة، body ب 2، يبقى هنا 2 cosine 30، هنا 2 sine 30، وهنا النورمال رياكشن.
الستاتيك كوفيشن فريكشن ان ميو ايكوال روت 3 على 2. فورس اوف ماجنيتيود 2.5 اكتد على لاين اوف ذا جريتست سلوب ابورد هنا 2.5. ذا بادي ان ايكوليبريم ما قالش اباوت تو موف، يبقى هنحط اف ار عكس اتجاه الحركه. هعرف اتجاه الحركه منين؟ لما اقارن ال 2.5 بال 2 ساين 30. 2 ساين 30 اللي هي تبقى 2 في هاف بون، ودي 2.5 يعني 2.5 اكبر. اذا البادي اباوت تو موف ابورد، يبقى الاف ار هتبقى لتحت، يبقى بقت ال 2.5 ايكوال الاف ار بلس 2 ساين 30. ودي ال 2 ساين 30 الناحيه الثانيه، تبقى الاف ار ايكوال 2.5 ماينس 2 ساين 30 اللي هي كانت ب 1، تطلع الاجابه 1.5. يبقى الاف ار ايكوال 1.5. هحسب قيمه الميو ار، الميو معايا بروت 3 على 2، والار هتكون ايكوال 2 كوزاين 30. 2 كوزاين 30 هتطلع بروت 3، يعني دي هتطلع روت 3 على 2 في روت 3، هتطلع 3 على 2 اللي هي 1.5. طلعت ال اف ار ايكوال الميو ار، يبقى البادي في الحاله دي اباوت تو موف على حسب ما هو ما بيقول. السؤال اللي بعده، A body of weight 10 is placed على rough inclined plane. A force B acted in the direction of the line of the greatest slope upward on the body. ال weight بتاعته ب 10، يعني هنا 10 cosine theta، ما قالهاليش بكام، 10 sine theta، وهنا ال R. في force اسمها B هو حاططها upward. ابتدى يدينا حالتين. It is known that the body is about to move upward لما ال B كانت ب 6، لما ال B دي ب 6 هو about to move upward، يعني ال mu R تبقى لتحت. الحالة الثانية about to move downward، هرسم لها رسمة جديدة. R وهنا 10 كوزاين ثيتا، وهنا 10 ساين ثيتا، وبرضه ال B هنا لفوق. بيقول لي about to move downward، هيتحرك downward لو ال B كانت equal 4. كأن بيديني الحالتين بتاع ال greatest وبتاع ال smallest، ده حالة ال greatest ال B ب 6، وده حالة ال smallest ال B ب 4. about to move down يعني ال new R هتبقى ال 4. هعمل اتنين equation. الحالة الأولى ال R equal 10 cosine theta، وال B اللي هي ب 6 equal ال new R plus 10 sine theta. الحالة الثانية برضو ال R equal 10 cosine theta، نفس ال R الأولانية، وال B اللي هي ب 4 plus ال mu R equal 10 sine theta. هنا عشان ال R equal وال mu equal، ال R equal اهي نفس القيمة، وكده كده ال mu equal في الحالتين، فأقدر أجيب قيمة ال mu R من واحدة من الاثنين وأقعد في الثانية. يعني من اللي تحت هنا ال mu R هتطلع equal 10 sine theta minus 4، هعوض بيها في الايكويجن الاولانيه، تبقى 6 ايكوال الميو ار اللي هي 10 ساين ثيتا ماينس 4 بلس 10 ساين ثيتا. هنودي ال 4 الناحيه الثانيه، تبقى 10 و 10 ساين ثيتا بلس 10 ساين ثيتا 20 ساين ثيتا، يعني ساين ثيتا ايكوال 10 على 20 اللي هي بهاف، يعني الثيتا ايكوال 30. طلعنا قيمه الثيتا، هنرجع نعوض في اي ايكويجن من الاثنين عشان نطلع قيمة الميو. الثيتا ب 30، لو انا عوضت هنا هجيب قيمة الار 10 كوزاين 30 هتطلع 5 روت 3، دي قيمة الار. اعوض في الايكويجن الاولانية هنا، تبقى 6 ايكوال الميو في الار اللي هي 5 روت 3 بلس 10 ساين 30 اللي هي هتبقى ب 5. كده الميو هتطلع لما اعد ال 5 الناحية التانية 6 ماينس 5 ايكوال 1، وبعد كده نقسم على 5 روت 3. لو حطيتها على الكالكوليتر هتطلع روت 3 على 15، بقت هي دي إجابة الميو بتاعتي. السؤال اللي بعده، body of weight 30 placed on rough inclined plane. Notice that the body about to move. قال لي about to move من غير ما يجيب external force. وبالتالي ده معناها ان الثيتا ايكوال اللامدا، والثيتا كانت ب 30 يعني اللامدا ب 30، يعني الميو ايكوال تان ثيتا اللي هي تان 30 اللي هي روت 3 على 3 او 1 على روت 3. ده الجزء الاول. اف ذا بلين
is أو inclined to the horizontal by angle of measure 30. If the inclination of the plane increased to be sketched, راح مغير الانجل خلاها sketched يعني الانجل زادت بعد ما كانت 30 هنا راح مغيرها ومخليها 60. قال لها يعني الثيتا بقت اكبر من اللمضة. الثيتا بقت اكبر من اللمضة يعني البادي مش هيستقر على البلين، هيكون سلايد داون. هنا W اللي هي ب 30 كوزاين الانجل بقت 60، هنا الويت 30 ساين 60، وهنا النورمال رياكشن اللي هو الار. لازم هنا اشد البادي لفوق بفورس، فورس ده نسميها اف او بي ايا كان. ذا ليست فورس، عايز الفورس الليست، اتفقنا ان الليست البادي هيتحرك داون، وهو بيقول لي هنا بريفنت بادي فورم سليبنج، يبقى الميو ار هتبقى لفوق. اذا الاف بلس الميو ار ايكوال 30 ساين 60، والار ايكوال 30 كوزاين 60. كوزاين 60 بهاف يعني الار هتطلع ب 15، يبقى الاف بلس الميو، الميو معايا اللي هي روت 3 على 3 في الار اللي هي ب 15 ايكوال 30 في ساين 60 اللي هي روت 3 على 2. اف بلس دي هتطلع 5 روت 3 ايكوال، ودي هتطلع 15 روت 3، ودي دي الناحيه الثانيه الاف هتطلع 10 روت 3. ده الحاله الاولى. الحاله الثانيه أو السؤال الثاني، the force which act on the body parallel to the line of the jet stream to make the body about to move up the plane. عايز البادي يتحرك up، يعني نفس الثلاث حالات، هنا 30 كوزاين 60 مكانها، وال 30 ساين 60 مكانها، والار مكانها، والاف برضه acted upward بس تخلي البادي about to move up، يعني النيو ار هتظهر لتحت. إذا الاف هتبقى ايكوال النيو ار بلس ال 30 ساين 60. ال 30 ساين 60 لما احنا حسبناها طلعت 15 روت 3، والميو ار لما احنا حسبناها طلعت 5 روت 3، يعني قيمه الاف هتطلع ايكوال 20 روت 3، ودي بقت اجابه السؤال التاني. السؤال اللي بعده، body of weight 2 is placed in plane rough plane. The plane inclined step by step عشان يخلي البادي about to move down لما الانجل كانت ب 30. طيب about to move من غير وجود external force، about to slide من غير وجود external force، يعني الثيتا equal lambda equal 30، يعني الميو equal 10 ثيتا او 10 لامدا اللي هي بقت root 3 على 3. ده الجزء الاول. Find the static coefficient friction. خلاص جبناها. If the body is tied by a string and the string is tensioned at a direction, make angle of measure 60 to the horizontal. البادي محطوط على بلين، الانجل بتاعته ب 30، الثلاث ثوابت بتوعي، الويت كان ب 2 كوزاين 30، وهنا 2 ساين 30، وهنا النورمال رياكشن اللي هو الار. الهوريزونتال اهو، والانجل دي بتكون ب 30 زيها زي الانجل اللي تحت. هو بيقول لي ان البادي اتربط بخيط سترينج بيعمل مع الهوريزنتال انجل 60، يعني الخيط اللي بيتربط بيه التنشن عامل كده، وعامل انجل مع الهوريزنتال هنا دي كلها ب 60، يعني الانجل اللي فوق هنا بقت بكام؟ بقت ب 30. التي هوزعها تبقى هنا تي كوزاين 30، وتبقى هنا تي ساين 30. طيب until the body about to move upward، about to move upward يبقى الميو ار تبقى لتحت، يبقى الميو ار في الاتجاه ده. خلاص التي دي كده اتشالت. عايزين التنشن فورس، هنساوي الار اللي فوق بلس التي ساين 30 اللي فوق اللي هي هاف تي ايكوال 2 كوزاين 30. 2 كوزاين 30 هتطلع بروت 3. هنساوي اليمين بالشمال، تي كوزاين 30 اللي هي روت 3 على 2 تي ايكوال الميو ار، الميو بروت 3 على 3 في الار بلس 2 ساين 30 اللي هي 1. هنجيب الار ونعوض الار من الايكويشن الاولى من هنا، الار ايكوال روت 3 ماينس هاف تي، هنعوض بيها في الايكويشن الثانيه تبقى روت 3 على 2 تي ايكوال روت 3 على 3 في الار اللي هي روت 3 ماينس هاف تي بلس 1.
هنضرب root 3 على 2t equal root 3 على 3 في root 3 هتطلع ب1 minus ودي هتطلع root 3 على 6t plus 1. هعدي دي الناحية التانية root 3 على 2t plus root 3 على 6t equal 1 plus 1 equal 2. هعمل adding هتطلع دي المفروض على الكالكوليتر دي هتبقى ب 6 دي 3 بلس 1 4 4 روت 3 على 6 4 روت 3 على 6 تي هتبقى ايكوال 2 اللي هي نقدر نقول ان هي 2 روت 3 على 3 تي ايكوال 2 يبقى التي هتطلع ايكوال روت 3 ده قيمة التنشن فورس. Find the magnitude of static friction force اللي هي الميو ار. خلاص كده طبعا نقدر نجيب قيمة الار وبالتالي نقدر نضرب الميو في الار ونطلع الإجابة بتاعتنا. ده السؤال اللي عليه الدور. A body of weight 30 is placed on rough inclined plane. It is noted that the body is about to move if the sine of angle of inclination لما كانت sine theta equal 5 على 13 sin theta equal 5 على 13 يبقى لو انا قلت ان الانجل دي ثيتا يبقى دي 5 ودي 13 فهتبقى دي 12 يعني كوزين ثيتا هتطلع 12 على 13 يعني tan ثيتا هتبقى 5 على 12. ما دام البادي about to move من غير وجود external force يبقى الثيتا equal اللامدا يبقى الميو equal tan ثيتا يبقى الميو equal 5 على 12. If the inclination of the plane increased عشان تبقى sin الانجل 3 على 5 غير الانجل خلاص بقت الانجل زادت هنا بقت انجل جديدة الساين بتاعتها equal 3 على 5 يعني الكوزين بتاعتها تبقى 4 على 5. البادي الويت بتاعته ب 30 يبقى في هنا 30 كوزين ثيتا وهنا 30 ساين ثيتا وهنا النورمال رياكشن اللي هو الار لازم هأثر بفورس ابورد magnitude of the least force acting on the line of the greatest slope to prevent from sliding least يعني الفورس هنا هيبقى معاها الميو ار عشان البادي هيكون about to move down. لما اجي اقارن هقول الار equal 30 كوزين ثيتا وكوزين ثيتا ب 4 على 5 يبقى هتطلع ب 24 والاف بلس الميو ار equal 30 sin theta. ال F plus الميو الميو اللي هي 5 على 12 في R اللي هي ب 24 equal 30 في sin theta اللي هي 3 على 5. F plus دي هتطلع ب 10 equal ودي هتطلع ب 18 يبقى ال F بقت 18 minus 10 ال F بقت equal 8 دي الحالة الأولى. الحالة الثانية عايز الفورس make البادي about to move upward. About to move upward يعني احنا مجرد هنغير اتجاه الميو ار ونخليها داون اتجاه الميو ار هيبقى داون يبقى الحالة التانية الاف هتكون ايكوال الميو ار بلس 30 ساين ثيتا الميو ار لما احنا حسبناها من هنا طلعت ب 10 وال 30 ساين ثيتا لما حسبناها طلعت ب 18 يبقى الفورس هتطلع ايكوال 28 نيوتن. دول بقوا من الحالتين اللي هو بيسأل عليهم في المسألة. السؤال اللي بعده A body of weight 76 is about to move under its weight when placed on a rough plane inclined to horizontal at angle whose tangent لما tan theta equal 1 على 4 ال body about to move يعني theta equal lambda يعني الميو equal 10 theta اللي هي 1 على 4 كل الكلام لحد هنا كده عشان يديني الميو. If the body is placed on a horizontal plane محطوط على horizontal plane rough as the inclined يعني البادي اللي ب 76 نفس الميو بتاعته ما اتغيرتش ادي الار لفوق and is acted up by upward pull in direction inclined to the horizontal at angle whose sine equal 3 على 5 sine angle alpha equal 3 على 5 يعني cosine angle alpha equal 4 على 5 هو اتشد بخيط هنا
وليكن اسمه تي، عامل انجل هنا اسمها الفا. التي هنا هتتحول تي كوزاين الفا، وهتتحول هنا تي ساين الفا. عشان يخلي البادي اباوت تو بيجن موشن، يعني هنحط هنا النيو، خلاص التي كده اتشالت، وهنبتدي نساوي الار بلس التي ساين الفا اللي هي سي على 5 تي ايكوال 76، والتي كوزاين الفا اللي هي 4 على 5 تي ايكوال النيو في الار. النيو معايا ب 1 اوفر 4، يبقى 4 على 5 تي ايكوال 1 على 4 ار. هنجيب الار، الار هتبقى 16 على 5 تي. هنعوض في الايكويجن الاولانيه، تبقى 16 على 5 تي بلس 3 على 5 تي ايكوال 76. هنجمع دول يبقى 19 على 5 تي ايكوال 76، يبقى قيمه التي هتبقى ايكوال 76 ديفايدد 19 على 5، هتطلع الإجابة equal 20، يبقى قيمة الـ t equal 20. لما أخدها وأعوض عشان أجيب الـ r، أعوض في أي equation وليكن دي، هتطلع الـ r equal 64، ويبقى أنا جبت قيمة الـ t وقيمة الـ r. Body of weight 20 is placed on a rough plane which is inclined to horizontal at angle tangent، يعني tan theta 4 على 3. بادي محطوط على بلين، الانجل بتاعته اسمها سيتا، تان سيتا 4 على 3، يعني ساين سيتا هتبقى 4 على 5، وكوزاين سيتا هتبقى 3 على 5. البادي تحت تأثير الويت بتاعته 20 كوزاين سيتا هنا، و20 ساين سيتا هنا، والار لفوق. F1 is the magnitude of the least force parallel to the F1 least force parallel to the line of the greatest slope make prevent from slipping، يعني الميو ار هتبقى لفوق. دي الحالة الأولى اللي أقدر أقول منها إن ال r equal 20 كوزاين ثيتا، فهضرب 20 في 3 على 5 هتطلع ب 12، وال F1 بلس الميو في ال r equal 20 ساين ثيتا، يعني ال F1 الميو مش معايا بس الار معايا، يبقى 12 ميو ايكوال 20 ساين ثيتا، تبقى 20 في 4 على 5 هتطلع ايكوال 16. ادي الايكويجن نمبر 1. الحاله الثانيه F2 magnitude of the least horizontal force. horizontal يعني انا معايا inclined plane اهو، نفس الانكلايند بلين ده 20 كوزاين ثيتا مكانها، ال 20 ساين ثيتا مكانها، الار ابورد مكانها، الفورس هنا هوريزنتال اسمها اف 2، نفس الانجل دي بتبقى نفس الانجل دي، فبتبقى اف 2 هنا بتبقى كوزاين ثيتا، وبتبقى مع اللي تحت دوت اف 2 ساين ثيتا، والاف 2 كده اتشالت. طب الاف 2 برضه بريفنت سلايدنج اولسو فروم سلايد، يبقى الميو ار هتبقى عكس اتجاه الحركه، يعني الميو ار لفوق. خلاص الاف 2 اتشالت، هساوي الار في الحاله دي هتكون ايكوال 20 كوزاين ثيتا بلس اف 2 ساين ثيتا. هنعوض ار ايكوال 20 في كوزاين ثيتا اللي هي 3 على 5 هتطلع ب 12، بلس اف 2 في ساين ثيتا يعني هتبقى 4 على 5 اف 2. دي الار. الاف 2 كوزاين ثيتا، كوزاين ثيتا ب 3 على 5 اف 2 بلس الميو في الار ايكوال 20 ساين ثيتا. هنعوض تبقى 3 على 5 اف 2 بلس الميو في الار، الميو مش موجوده لكن الار ب 12 بلس 4 على 5 اف 2 في الار في الميو سوري ايكوال 20 ساين ثيتا، لما اضرب 20 على 4 تبقى ايكوال 16. دي الايكويجن نمبر 2. ابتدى يقول لي ان F1 equal F2، قال له يعني F1 اللي موجوده في الايكويجن الاولى زي F2 موجوده في الايكويجن الثانيه، يبقى انا اقدر اعوض بالF1 مكان الF2 او الF2 مكان الF1. الF1 من الايكويجن الاولى هتبقى equal 16 minus 12 ميو، هنعوض بيها هنا تبقى 3 على 5 في 16 minus 12 ميو بلس 12 في 4 على 5 F2 اللي هي 16 minus 12 ميو، الكلام ده مضروب في ميو بره ايكوال 16. بقى معايا ايكويجن المفروض ان انا اخدها
اضرب وافك واحل، هيطلع لي ايكويشن فيها ميو برضه، احطها على الكالكوليتر على مود 5 3 واطلع الاجابه بتاعتي. الميو المفروض هتطلع ليها قيمه، الميو هتطلع ايكوال في الاخر ايكوال هاف، الميو هتطلع ايكوال هاف، وبالتالي لما اجي اجيب الاف سواء الاف 1 او الاف 2 هتطلع ايكوال 10. ودي كان السؤال الأخير في الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.